السلام عليكم. حصة خاصة بالتمارين حول الضرب وقسمة الأعداد العشرية النسبية. ناخذ التمرين الأول، أحسب ما يلي. إذا نبدأ بالمثال الأول. أ تساوي ناقص 2.5 في 3.4 في ناقص 7 في 11 في ناقص 3 في 7. كنا شنو الدرس؟ ان ملي كيكون عندنا جداء ديال بزاف ديال الاعداد، اول حاجه كنديرو هي تحديد اشاره الجداء ديالهم. اول حاجه كنحددو الاشاره، واش موجب واش موجب ولا سالب. باش كنحدوها كنحسبوا شحال عندنا ديال الاعداد السلبيه، الاعداد السالبه، اعداد سالبه كنحسبوا شحال عندنا، شحال عندنا، عندنا ها واحد ها جوج ها ثلاثة، عندنا ثلاثة الاعداد السالبه، عندنا ثلاثة الاعداد السالبه. اذا ثلاثة كي دايره ثلاثة فهو عدد فردي. إذن بما أنه عدد فردي فجداء ديال الأعداد فهو عدد سالب، كنديرو الناقص. إذا كان عدد زوجي غيكون جداء موجب، كنديرو الناقص وكنكتبو الجداء ديال الأعداد بدون السمع. أنا 3.4 في 7 في 11 في 3 في 7، هنا كنحسبو ناقص، كنحسبو هاد الجداء. ثلاثة مثلا باش نبسطو، دونك ثلاثة في سبعة هي 21، سبعة في 11 هي 77، وهنا عندنا 2.5 في 3.4، مثلا 4 في 5 هي 20، 4 في 2 هي 28، هي 10 نقطة، 15 هي 5، 1 في 7 هي هنا 0، هنا 5، هنا 8. إذا كنخرج الأرقام بعد الفاصلة، إذا هي 8.5، إذا هذه تساوي 8.5. يعني 8.5 في 77 في 21. كنعاودو نحسبو، مثلا 21 77 في 21، هذا حساب يمكن الكود تقومو به. دونك 14 و 1 هي 15، نقطة هنا 14 تعاود من هي 15، دونك هي 7 11، هنا 1 هي 6، هنا 1. إذن هنا شحال هي 1617، دونك هي ناقص 8.5 في 1617، وكنحسبو هاد العدد لي هو 1617، كنحسبوه نبدا كنحسبوه. دونك عندنا 1617 في 8.5، إذن 5 هي 35، 5 في 1 دونك 5 هي 3 هي 8، 5 في 6 هي 30، واحتفظ بثلاثة، 5 في 1 هي 5 هي 8، كندير نقطة، 8 هي 56، كندير 8 في 1 هي 8 زائد 5 هي 13، 3 كنحتفظ بالواحد، 8 في 6 هي 48 زائد الواحد هي 49، كنكتب 9 نحتفظ بالربعة، 8 في 1 هي 8 زائد 4 هي 12، كنحسب المجموع. إذا نحسب هي 5 8 زائد هي 14، نحتفظ بالواحد، زائد 3 هي 4، 8 زائد 9 هي 17، ونحتفظ بالواحد 3، وهنا 1، هنا عندي رقم بعد الفاصلة.
إذن تساوي ناقص 13 سبعة أربعة أربعة فاصلة خمسة، هذه هي أ. إذن أول حاجة كنحدد الإشارة، ثاني حاجة كنقوم بعملية الضرب. نزل المثال الثاني، ناخذ المثال الثاني ب تساوي مثلا 12.5 في ناقص 7.5 في 0.05 في ناقص 8.5 في 5.35 في 0. هنا قد نلاحظ حاجة بسيطة ونكتب الناتج بلا ما نحسب. كيفاش؟ هنا شنو عندي؟ هنا صفر، وكنعرف أن أي عدد ضربته في صفر يساوي صفر، يعني يمكن نجي نكتب ب تساوي صفر. فقط الملاحظة، تنضرب 333 في صفر تساوي صفر، ضربت هذه في صفر تساوي صفر، ضربت هذا في صفر يساوي صفر، هذا في صفر يساوي صفر، وهذا في صفر يساوي صفر. يعني إذا حسبت راني غير نضيع الوقت. إذا كان عندي شي جداء طويل وفيه في صفر، يمكن لي نقول أن النتيجة ديريكتومون تساوي صفر. ندوز المثال الثالث، سيغي كم دابا بيت الجودة مبقيتش عاقل على هداك الدرس. إذن كنبداو بعملية الضرب، نحسبو هاد الضرب في نستعمل اللون الأخضر وفي ناقص 3.5، غنحسب هادي ونحسب القسمة وعاد نحسب الآخر، غنحسب هذا الجداء زائد غنحسب ناقص 11 قسمة 0.5 زائد 8.5 ناقص 1. إذن العملية كنردها هكا، سي تساوي كنحسب الجداء والقسمة عاد كنحسب زائد والناقص كما شفنا في الدرس الأول. لكن عندي عمليات مختلطة بين الزائد والناقص. إذا تساوي ناقص 5.5 ناقص، إذا هنا أنا عندي جداء دونك أنا غنحسب، أنا عندي ناقص عندي 4 في ناقص 3، إذا عددين هما إشارات مختلفين، إذا ناقص دونك 4 في 3.5 زائد هنا عندي ناقص 11، إذن هنا عندي قسمة ديال العددين مختلفين، إذن الخارج هو ناقص،
وندير 11 قسمة 0.5. زائد 8.5 ناقص 1. تنسي تساوي ناقص 5.5 ناقص تنهاد 3. حسبها هنايا 3 4 في 3.5 5 هي 20، هي 20، 3 هي 12، إذن أنا 0، أنا 4، أنا 1، إذن أنا فاصلة، دونك هي 14، إذن هي ناقص، ناقص هذا كيساوي 14، زائد هاد القسمة، إذن 11 قسمة 0.5. إذا هنا عندي 0.5، اش كندير باش نحيد الفاصلة؟ هنا عندي رقم الفاصلة كنضرب في 10، إذا كنضرب في 10 كتولي هنا، كتولي لي 11، كنضرب في 10 تولي 110، هنا غتولي لي 5. إذا 11 قسمة 5 هي 2، 2 في 10 هي 10، نقص تبقى لي 1، غنهبط الصفر، 10 على 2. عشرة على جوج هي 22، هي جوج، جوج خمسة هي 22، دونك عشرة دونك نقول صفر. إذا 11 عندنا 0.5 تساوي 22، إذا زائد هنا ناقص الخارج كيساوي 22، زائد 8.5 ناقص 1 تساوي، عندي ناقص 5.5، الناقص كتدخل على القوس كتبدل الإشارة كتولي زائد 14، هنا زائد كتدخل ما كتبدلش الإشارة كتولي ناقص 22، زائد 8.5 ناقص 1. وكنحسبها بالطريقة اللي شفنا ديال الجمع والطرح ديال الأعداد العشرية. إذا كنحسبها تنسي تساوي، دونك عندك ناقص 5.5 زائد 14، إذا هذا عندنا مشارات مختلفتان، دونك 14 كبيرة، دونك عدد موجب، كندير 14 ناقص 5.5 ناقص 22 زائد 8.5 ناقص 1 تساوي، دونك 14 ناقص 5.5 هي 6.5، 7.5، 8.5 بليتو، 8.5 ناقص 22، لا ماشي 8.5، مي 6 14 نقص منها 5 يتسعد، هي 8.5، هي 8.5 ناقص 22 زائد 8.5 ناقص 1، 8.5 زائد 8.5 16 هي 17، 17 ناقص 22 ناقص 1، إذا ناقص 22 ناقص 1 هي ناقص 23. إذن 17 ناقص 23، إذن ناقص 23 كبر، كنديرو الناقص و كنديرو الفرق بيناتهم، 23 ناقص 17، دونك هي ناقص 6، إذن بي تساوي أو سي تساوي ناقص 6. بالنسبة لدي من بعد ما تحسبوها تلقاوها كتساوي 22.2، تحسبوها بنفس الطريقة، هي فيها الجداء والقسمة والناقص، وتحسبو الجداء والقسمة ومن الورع طبقو العملية، تلقاوها تقريبا 22.2،
خليكم تحسبوها. ندوزو للتمرين الثالث، او هادو خاصين بالتمارين، بارك علينا. اتمنى تكونوا استفدتم هاد التمارين. ندوزو للتمرين الثاني، حيت هذا يلاه التمرين الاول. شوفوا التمرين الثاني، التمرين الثاني قال لك احسب ما يلي. ناخذ الاول، دونك 100 الميتين الاول، دونك 112 في 1/112 اللي هي 112/112. دونك هذا موجب، هذا موجب، إذن هنا القسمة ديال العدد الموجب، عددين لهما نفس الإشارة فهو عدد موجب. دونك موجب، دونك 112/112 هو 1 اللي كنا شفناه في الدرس ديال الكسور. أ على أ تساوي 1 كما كانت أ. 5/5 هي 1. 8/16 16/16 هي 1. ناخد المثال الثاني، ناقص 0.55 في 1/0.55، دونك هي ناقص. إذن هنا عندنا عدد سالب، هنا عندنا عدد موجب. إذن جداء ديال عددين لهما إشارتان مختلفتان هو عدد سالب. إذن هنا 0.55 على 0.55 كيرجع نفس الخاصية، عدد على عدد ناس قصة. دونك هذا يساوي 1، إذن هي ناقص 1. ناخد مثال واحد آخر، ناقص 22.5 في ناقص 1/22.5. دونك هذا كي داير سالب وهذا سالب، اذا جداء عددين سالبين هو عدد موجب. كنكتبو الجداء، دونك يساوي 22.5 في 1/22.5 اللي هي 22.5/22.5 زائد، كنختزلو كتبقى لنا 1. بنفس الطريقة شوفوا مثال واحد آخر، مثلا ناقص 1/-18.55 في -18.55 تساوي، لأن عدد سالب على عدد سالب قلنا هو عدد موجب. إذن هذه تساوي 1/18.5 في -18.55.